اغترب، ابعد ابحر اغترب، لا اهاب الموج ابدا حين يعلو ويضطرب. سندباد لا يخاف، سندباد مهما تكثر الاخطر ويبعد عن بغداد. سندباد ما اقوى في كل البلاد، تاجر مندفع بطل من بغداد. هذا المكان الموحش، حقا له من مكان غريب. لابد ان النسور تحوم حول شخص ما لننقذ. النسور تهجم على أحد الجمال. لنساعد، هيا. ابتعدوا. يا لصوص الصحراء. هل أصابك أذى مسكين؟ من فعل بك هذا؟ ها؟ ما هذا؟ هذه؟ انظروا. إني أشعر بالخوف. من هؤلاء؟ من سمح لكم أن ترفعوا أيديكم على النسور؟ في هذا البلد كل من يقصو على النسور يكون عقابه الموت. كلام سخيف. اسكت، انتم متهمون بالهجوم على النسور، لن نسامحكم. اخبطوا عليهم. ماذا؟ علي بابا، ماذا تفعلون بنا؟ اتركوني. علي بابا اسمع، نحن كنا نعتني بالنسور. حسنا، يبدو أنك تقدر الطائر الكبير، ثم أنك صغير السن، سأغفر لك. اذهب. يجب أن نسرع. سندباد ما هذا؟ إنه قصر، ربما أخذوا علي بابا وعلى أدين إلى هذا القصر. حسنا، فلنذهب إلى هناك. Thank you.
أعجب هذا القصر وما أكثر الطيور فيه. سندباد، هذا المكان يخيفني. ولكنه يشبه بلدك، أليس كذلك؟ حقا، أشعر بأني أعرف هذا القصر. هذا مستحيل، مع أن الطيور على أشكالها تقع. كيف يا سندباد؟ قلت لك أشعر أني جئت هنا من قبل. حسنا، هيا بنا إلى الداخل. سندباد، هذا عقاب. ها؟ ما هذا؟ تمثال؟ لا تخافي يا ياسمينة. أنا لا أفهم لماذا تجتمع هذه الطيور هنا. عذرا يا سيدي. إنسان في هذا المكان، من يناديني؟ عفوا إذا أزعجتك، أنا رحالة. أنت رحالة؟ هذا أمر غير اعتيادي. في الحقيقة اثنان من أصدقائي قبض عليهم الجنود و... جنود؟ لكن لا يوجد جنود في هذا البلد. أنا الإنسان الوحيد في هذا البلد، فكيف تتكلم عن جنود؟ أنت أول شخص أقابله منذ سنوات. ربما لم نأتي إلى المكان الصحيح، لكني متأكد. النسور، هذه النسور التي شاهدناها من قبل. يا عمي، هل تعيش هذه النسور هنا؟ نعم، في البرج المهجور. البرج المهجور؟ في هذا القصر يوجد برج تسكنه الأشباح. الأشباح؟ إذا أردت أخبرك القصة كلها. من قديم الزمان، عندما كانت المدينة مزدهرة وكنت أنا وزيرا، كان أحد المشعوذين يضحك على الشعب، فغضب عليه الوالي وسجنه في البرج. تبا لهم، لا يعرفون كل ألاعيبهم. غريبة وحزينة. والطفلة الصغيرة كان اسمها ياسمينة؟ نعم، وكانت من أجمل الأميرات. أنت زوجة الرحالة، لا أستطيع أن أرى وجهك، ولكن من صوتك أشعر أنك فتاة جميلة.
أين أنت الفتاة؟ أنا لو بقيت الأميرة ياسمين على قيد الحياة لكانت في عمرك الآن. ياسمين ياسمين سندباد، أنت تبكي؟ وماذا حدث للأميرة ياسمين بعد ذلك؟ لم أسمع عنها شيئا منذ ذلك الحين. وماذا جرى للوالي وزوجته؟ أخذوهما إلى مكان ما حيث تحولا إلى عقابين، وحزن جميع أهالي المدينة عليهما، وأقاموا عند مدخل القصر نصبا تذكاريا لعقابين كبيرين، وأخذوا يصلون لعودة الوالي وزوجته، ولكن مدينة بلا حاكم ومع وزير أعمى لا يمكن أن تعيش طويلا، فأخذ الناس يغادرونها الواحد تلو الآخر، ولم يبق فيها إلا أنا والطيور فقط. عقابان يا أبيضان، قد يكون هذان العقابان أبي وأمي. أنا ياسمينة أشعر أنني من زمن بعيد كنت طفلة صغيرة. أنا متأكدة أنه بالإمكان أن أرجع كما كنت في الماضي، لكن إذا أخبرت أحدا بهذه القصة فلن يزول السحر عني أبدا. لذلك كنت أسافر مع سندباد وأنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى حالتي الطبيعية. عفوا ياسمينة، كنت أستمع إلى ما قلته الآن. سمعت إذن؟ لا تخافي، أنت لم تبوحي حقا بسرك لي، كان ذلك غصبا عنك يا ياسمينة. وحتى لو بوحتي لي بسرك فأعتقد من الممكن إزالة السحر عنك. سندباد، هذه صورة الوالي وزوجته. أنتما هنا، عودا بسرعة. ما هذا الصوت أيها الوزير؟ النجدة. صوت علي بابا. أتى من البرج. سمعت أن من يهاجم النسور في هذه المدينة يحكم عليه بالموت، هل هذا صحيح؟ ماذا؟ لم أسمع بهذا القانون من قبل في مدينتنا. فهمت، إن الجندي الذي قال لنا هذا هو شبح له. علي بابا وعلاء الدين هما داخل البرج، لنذهب إليهما. Ha 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 ha!
ماذا ستفعلون بنا؟ ماذا سأفعل بكما؟ لا شيء سوى الإعدام. هيا. توقف أيها اللعين، توقف. اللعنة، ماذا تنوي أن تفعل بنا؟ سأرميكما طعاما للنسور. هيا. انتظرا هنا حتى الصباح. علي بابا، عمي علاء الدين. سندباد، اخرجنا من هنا بسرعة. ايها الوقح، هذه المرة ستموت. ياسمينة، اهربي من هنا. لكن طيري غبية. سندباد، سندباد، لماذا تتصرف هكذا؟ قصاصا لكما. قصاصا؟ أرجوكما أيها العقبال البيت، سندباد في خطر. أرجوكما، سيقتلون سندباد. أبي، أمي، أرجوكما ساعدوه. أنت تفضل أن تموت من وقعة أم من ضربة سيف؟ الفأر لنا الآن. خذها، خذوا. قذرون. أعتقد أن المعركة أشد من ناحية العقبان. عليهم. ربحنا. علي بابا، علي بابا. ولكن لماذا أتيتما لنجدتنا؟ سندباد، سندباد. ياسمينة، ياسمينة. انتظرا. أبي، أبي، أمي، على ياسمينة. انتظرا. انتظرا.
أبي، أمي، انتظرا انتظرا. ولكن السحر قد يزول عن والديك يوما ما. أعدك سأعمل كل جهدي من أجل ذلك، وحتى ذلك الوقت يبقى هذا بيني وبينك. شكرا يا سندباد، شكرا. في الحلقة المقبلة يصل سندباد ورفاقه إلى قرية جفت فيها المياه، لكن ما علاقة هذا الجفاف بالأطفال المجمدين في الثلج؟ تابعوا هذه القصة في الحلقة القادمة من مغامرات سندباد. كلنا